أوقفت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة أمس الخميس عزيز ابن الفنان عادل الميلودي عقب العثور على سيجارة حشيش بحوزتها. ومن المنتظر أن يحال عزيز على وكيل الملك بابتدائية مدينة القنيطرة يومه الجمعة من أجل بث في مصيرها. جدير بالذكر لأن الرأي العام المغربي تعرف على عزيز قبل أشهر عقب كشفه لتفاصيل مثيرة أكد من خلالها بأنه ابن شرعي للفنان عادل الميلودي.